السيد وزير الشؤون الخارجية لافتتاح جامعتنا الصيفية. اخترنا أنه ما نشتغلوا في الجامعة الصيفية هذه على كيفاش التونسي بالخارج ينجموا يساهموا مباشرة في التنمية، كيف أقول التنمية خاصة الاقتصادية في تونس. في تنمية الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا، المحور الثاني يكون حول مساهمة جمعياتنا الناشطة في الخارج في مجهود التنمية في الداخل. عديد من الأخيان اللي يتشكاوا مشكلة النقل، دونك النقل الجوي والبحري، وهذاك علاش خصصنا له طاولة مستديرة حول مشاكل النقل البحري والجوي وآفاقه معناها في تونس. واش نختموا بموضوع الساعة بالنسبة لكم انتوما، اللي تعرفوا توا فما المجلس الأعلى للتونسي بالخارج، الحكومة قدمت مشروع في المدة الأخرانية لمجلس نواب الشعب، فما لجنة برلمانية بدأت تخدم فيها جديدة للدبلوماسية التونسية اللي قدمناها في مناسبة الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تأمل منذ أسبوعين في تونس، وتقدمت فيها عديد الوثائق ذات القيمة الاستراتيجية، منها ما يتعلق بدور الدبلوماسية في التنمية، وكذلك دور الدبلوماسية التونسية في مقاومة الإرهاب والعنف والتعصب وغيره، وكذلك أيضا الوثائق التي قدمت فيما يتعلق باستراتيجية لتنمية تواجد الكفاءات التونسية في المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، واللي هي تحتاج إلى عمل متواصل، تحتاج إلى ضبط بنوك المعلومات تتعلق بهذه المراكز من ناحية، وبالكفاءات التونسية الموجودة في تونس وخارج تونس. وركزنا أيضا على دور البعثات الدبلوماسية من ناحية، ولكن أيضا على ضرورة تمتين الصلة بالتونسيين المتواجدين في الخارج مهما كانت الفئات الاجتماعية التي ينتمونها ومهما كانت مجالات الاختصاص بتاعها. هذا يحتاجوا نعتبروهم كأنهم دبلوماسيين تونسيين، هما يعززوا الدبلوماسية التونسية، ويلزم نلقاو السياق العملية لتقوية الروابط بينهم وبين أرض الوطن، مش فقط أنه يجيوا يعديوا العطلة، مش فقط أنه يكون عندهم علاقات عائلية، البعض منهم هو من الجيل الثاني أو الثالث. نلقاو إمكانيات وسياق، وهذا ممكن، وقاعدين نسعى له الآن في الخارجية، أنه نلقاو قنوات تواصل معهم مكثفة، ونحاسبوا أيضا سفرانا وقناصلنا على مدى نجاحهم في استقطاب الكفاءات التونسية الموجودة في الخارج لفايدة تونس ولفايدة الاقتصاد التونسي والثقافة التونسية والمعارف التونسية أيضا، لأنه بعض منهم باحثين وجامعيين وبعض أطباء وبعض أصحاب أعمال رجال ونساء. هذم كلهم يمكن أن يقع توظيف كفاءاتهم وإمكانياتهم باش يفيدوا بلادهم أيضا ويشاركوا في تنمية تونس. ألا تقوم بها مكثفة، وعندنا قنوات جديدة أيضا ومعلومات ألا أحنا نواكب فيها هالليمات بصفة خاصة اللي تجعل عنا أمل، لأنه أحياء ويرجع الأرض الوطن، لكن ما نجموش نتحدث على أشياء ألا نجم تهدد حياتنا. فنتأسفوا للتصريحات بتاع البعض اللي هما يحبوا يسبقوا كذا، لكن ثم الأمور هذه دقيقة تحتاج شوية ديسكريسيون، تحتاج أنه يعمل الإنسان بصمت مش بفجأة إعلامية، لأنه نجم يضر. وأنا العبرة بالنتيجة مش العبرة بالكلام والتصريحات. أقول بكل موضوعية، مش لأني كنت فيها، في سنة 2011 حكومة باجي قادة السبسي حققت شيء في ذلك الوقت، رغم أنها تعرف أنها مش تبقى، وكان تقدير بضعة أشهر، 4-6 على أقصى تقدير، قعدت 10، لكن في نهاية المطاف وقت لها خرجت من الحكومة، خلات مخطط بخمس سنوات وفي كتاب لو بلان جاسمان، ينجم الإنسان يوافق وما يوافقوش، يوافق جزء منه بابا. المهم ثم كان ثم مخطط، وكان أيضا حضور وزير الأول باجي قاسم السبسي في ذلك الوقت في الجيميت، أخذ وعود ب 25 مليار دولار، يعني 5 مليار دولار في السنة للمخطط الخماسي هذا، بتقديم المخطط الخماسي هذا، لكن ما تنفذ منه حتى شيء. علاش؟ لأنه ربما في التقديرات
المانحين والكبرى أنه كانت الانتخابات مش تعطي حكومة مستقرة لخمس سنوات. هذه التقديرات، التقديرات كانت خاطئة. الآن اللي وقع هو أنه وقع النجاح السياسي ولكن بدون أن يواكب نجاح اقتصادي واجتماعي، وتضاف عليه مصيبة الإرهاب اللي زاد عكر الأمور وعطل الماكينة من الدورة. شنو الرهان قدام الكل الآن؟ هو كيفاش نجعل أنه القطاع تاع التنمية السياسية يكون ماشي معاه أيضا قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مفهوم الشيء. هذا هو الرهان، وهذا راه رهان صعب. اللي يجعل الأصعب هو الإرهاب، وهذاك علاش ملزمين باش نجابه المشكلتين مع بعضهم وبصفة متوازية ومترابعة، الأمن والتنمية. هذا من الكلمتين اللي هو مفتاح الآن تطور تونس وتقدمها بالنسبة للمستقبل.